الشركي رئيس نادي النصر سمو الأمير، نرحب بك عبر برنامج كورة بعد عودتك من جديد. أبو تركي، أخبار النصر متواترة في كل مكان، مالك معاذ، اللاعب الأجنبي الرابع، آخر المستجدات أبو تركي. أحب أمسي عليك ومسي على القائمين على برنامج كورة، وأخص بالذكر الأخ تركي العجمة. بالنسبة للاعب الأجنبي الرابع، إحنا طبعا في توضيح بسيط أحب أوضح. كانت بدايتنا اتفاقنا مع الكابتن بدر المطوع، اتفاق شبه نهائي، وكنا بنخلص مع بدر المطوع. بعدها حصل اللي حصل طبعا، وكان في عندنا خيار اللاعب الكوري اللي هو هداف الدوري الآن في كوريا، والفريق الكوري تمسك باللاعب إلى نهاية الموسم. طبعا الموسم عندهم يخلص قريبا، وبيخلص في ديسمبر يعني. فمجرد أنك تجيب أي لاعب لسد خانة اللاعب الآسيوي ما كانت مقنعة بالنسبة لنا. عندنا لاعبين الحمد لله نجوم نثق فيهم بإذن الله، لاعبين محليين، وإحنا أتينا بلاعبين محليين مهمين، خالد الغامدي في الظهير اليمين، وليد الطايع، عبد العزيز فلاتة، عدنان فلاتة، يعني أتينا بلاعبين يعززون المراكز اللي نحتاجها. بالنسبة للكابتن مالك معاذ، طبعا حنا في المراحل النهائية لإعارة الكابتن مالك معاذ. طبعا نشكر إدارة النادي الأهلي، ونشكر طبعا ونخص بالشكر الأمير خالد بن عبد الله رئيس أعضاء شرف نادي الأهلي، والأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي، على تعاونهم الدائم مع إخوانهم في نادي النصر، وإنهاء المفاوضات إن شاء الله بأسرع وقت في 24 ساعة القادمة. ومالك لاعب كبير يعني، ما شهادتي مجروحة فيه، والجماهير عارفة مالك، والحمد لله يعني سد خانة كنا نحتاجها لخانة المهاجم، لأنه تعرف كما يعرف الجميع إصابة الكابتن الكبير سعود حمود بالرباط الصليبي، فكنا نحتاج مهاجم آخر. ومالك زي ما قلت لاعب كبير، وإن شاء الله يقدم، إن شاء الله إذا خلصنا في 24 ساعة الجاية يقدم موسم جيد مع النصر بإذن الله. سمو الأمير، استشفيت من كلامك أن تقريبا ما في أجنبي رابع آسيوي، ممكن يكون مالك هو البديل. لا، أنا قلت لك ليش ما في أجنبي رابع، يعني إلى الآن ما لقينا البديل اللي، أو ما لقينا الأجنبي الآسيوي اللي نحتاجه، لأن زي ما قلت لك يعني إذا ما احنا بجايبين لاعب سوبر ستار، لاعبين النجوم اللي عندنا أفضل أنهم يأخذون فرصتهم. بالنسبة لاجتماع أعضاء الشرف، هو في 17 في تاريخ 17 من الشهر هذا الميلادي. نعم. اجتماع هيئة أعضاء الشرف، يعني إن شاء الله بيكون بحضور صاحب السمو الملكي رئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير تركي بن ناصر إن شاء الله. كيف ترى الاجتماع؟ ماذا تريد من أعضاء الشرف؟ رسالة كل أعضاء الشرف؟ أولا يعني طبعا نريد تكاتف أعضاء الشرف، ثانيا يعني الدعم المعنوي هو الأهم عندنا، ومن بعدها الدعم المادي طبعا، ومناقشة أمور نادي النصر في الفترة السابقة وفي المستقبل، وإن شاء الله تكون الاجتماع مثمر للجميع بإذن الله. كيف رأيت الاجتماع السابق سمو الأمير؟ كان اجتماع تحضيري جيد للاجتماع القادم. يعني كان اجتماع تحضيري للاجتماع هذا؟ نعم. طيب سمو الأمير، الجماهير النصراوية، أنت رأيت قبل قليل الألتراس النصراوي، ورأيت كيف تفاعل اللاعبين مع الألتراس النصراوي. بالنسبة للجماهير، هذه الجماهير المتحمسة، ماذا تعدونهم هذا الموسم؟ ما في شك نعد جماهيرنا أنه الفريق يقدم أفضل مستويات بإذن الله، والمنافسة على جميع البطولات، وأنه يحالفنا التوفيق بتحقيق إن شاء الله بطولة. أنا ما أعد بالبطولة، البطولة يعني علمها عند الله، وإن شاء الله نوفق إن شاء الله ببطولة هذا الموسم، ونعدهم بأنه عملنا الكثير وإن شاء الله سنعمل الأكثر، ولاعبينهم يعدونهم إن شاء الله بتقديم مستويات ممتازة إن شاء الله. أخيرا سمو الأمير، بالنسبة لموضوع اللاعب سعد الحارثي، ماذا تم يعني ماذا تم في لم يحسب الموضوع لحد الآن؟ الموضوع قيل أنه عند الأمير فيصل بن تركي. الموضوع فعلا عندي، وأنا سعد بنجلس في القريب العاجل بإذن الله، وإن شاء الله في وقتها نبلغكم ماذا حصل. أشكرك سمو الأمير. شكرا أخوي محمد.